ده اكتر موقف محرج حصل لك مع بنت؟ كنت مسكت بايديها لقيتها شتمتني وحطيتها عيلي في الشارع وكده، فالناس بتبص عليا. بنت كانت محترم محترم يعني، ما كانتش شمال. الحمد لله انا بيني وبين الستات عداوه، انا راجل ازهري والحمد لله وماليش في الكلام ده خالص. كنت اوصل بنت مكانها في البيت يعني، فهي ما رضتش. اللي حبيبتي سابتني واتجوزت غيري. لما قالت لي بحبك. وانت عملت ايه؟ اديتها بالقلم. لما سابتني.